ازاي تذاكر في الكيمياء صح وتحل مشكلة المعادلات بسهولة من غير ما تقابلك اي مشكلة، وايه هما احسن الكتب في الكيمياء كشرح وحل. هنكمل في سلسلة ازاي تذاكر كل مادة، بما اننا عملنا ازاي تذاكر مادة الانجليش صح وازاي تذاكر مادة الفيزياء، فانتوا طلبتوا عن مادة الكيمياء، فبالتالي انا عملت الفيديو ده بناء على طلبكم، ولو عندكم اي طلب تاني برضو اكتبوه في الكومنتات، اتفقنا؟ طبعا انت شفت امتحان السنة اللي فاتت في مادة الكيمياء كان عامل ازاي، فتعمل ايه بقى بالظبط في مادة الكيمياء عشان المادة دي ما تأثرش بالسلب على مجموعك لا قدر الله. اولا لو انت مش متأسس في الكيمياء صح، بمعنى انك مش عارف مثلا رموز العناصر بشكل كويس، مش عارف توزن المعادلات الى اخره، فانا بقولها دايما انك عشان تكمل في مادة الكيمياء صح والافكار اللي تجيلك مهما كانت صعبة اللي انت تعرف توصل لفكرة السؤال فعلا، فانت مطالب يبقى الاساس بتاعك قوي، من الاخر فاهم المعادلة مش حافظها. لذلك انا عايز يبقى الاساس بتاعك قوي. لذلك لو انت اصلا مش مستواك كويس قوي في الكيمياء او الاساس بتاعك مش صح في الكيمياء، ففي فيديو مستر خالد صقر عمله، اكتب على اليوتيوب كده التأسيس في الكيمياء لسنة 2024 مستر خالد صقر، هتلاقي فيديو كويس جدا هيأسسك في الكيمياء صح، فلذلك انت هيبقى عندك قاعدة تبني عليها. اقول لك بس شوية قواعد في الاول كده عشان تبقى ماشي على الطريق الصح. اولا بلاش تنزل السنتر في درس معين مثلا وانت متابع مع مستر معين في الكيمياء وترجع هتتفرج على نفس الدرس ده بس شرحه على يوتيوب، عشان هتتشتت من طرق الشرح المختلفة. الحاجة دي ما ينفعش تعملها في الشرح خصوصا في مادة الكيمياء والفيزياء عشان طرق الشرح بتختلف. طبعا انت عارف ان اهم عامل في مادة الكيمياء هو الحل الكتير، وانا رشحت لك احسن الكتب اللي هي افكارها مش اوفر قوي في مادة الكيمياء اللي انت تحل منهم، اللي هو كتاب الامتحان، كتاب مندليف، كتاب الايزو، في افوجادرو بقى لو عايز تعلي بالمستوى برضه. وانا عايز اقول لك ان اسئله الكيمياء غالبا ما بتتكررش، يعني ما بيجيش نفس صيغه السؤال بنفس النص كده، لا بس ممكن الافكار تتكرر عادي جدا. بس انت بتحل كتير ليه في ماده الكيمياء؟ ممكن حتى الفكره ما تتكررش في ماده الكيمياء خصوصا، بس انت بتحل كتير ليه في ماده الكيمياء؟ عشان تدرب نفسك على طريقه التفكير. انت عارف ان امتحان اخر السنه بيعتمد على عامل الوقت وسرعه التفكير بتاعتك وانك توصل للفكره. انا عارف ان انت في ماده الكيمياء بتذاكر الدرس وبتراجع عليه، لكن تيجي تحل يا مولاي كما خلقتني، فانت حرفيا اللي انت هتذاكر الدرس وتراجع عليه من غير حل في الكيمياء ملوش لازمه بصراحه. وانا زي ما قلت لكم كل ما تغلط في سؤال كده وتعلم عليه وتشوف الفكره دي تعرف الاجابه من ملحق الاجابات وتتعلم الفكره بتاعته، انا عايزك تفرح اللي انت اتعلمت فكره جديده. اما تغلط في الاسئله دلوقتي احسن ما تغلط في امتحان اخر السنه، ما لو جات لك نفس الفكره اللي انت غلطت فيها دلوقتي هتعرف تحلها في امتحان اخر السنه، فانا عايزك تفرح كويس جدا لو انت بتجيب 5 اسئله من 10 اسئله. ما تقولش ان مستواك وحش ابدا، لا ده الطبيعي. بالنسبه بقى لحفظ المعادلات، طيب في حد هيقول لي طب ما كتيب المفاهيم معانا نحفظ معادلات ليه والكلام ده كله؟ الفكره كلها ان عايز اقول لك ان امتحان اخر السنه بيعتمد على الوقت، صدقني مش هيبقى عندك وقت اللي انت تشوف تقعد تقلب في كتيب المفاهيم في الامتحان اخر السنه، لا مش هيبقى عندك وقت، فاحفظ المعادلات من دلوقتي. كذلك اعداد التاكسد لما توصل لها احفظها برضو. انا عارف انها مكتوبه في كتيب المفاهيم بس نفس الفكره ان مش هيبقى عندك وقت. في نقطه مهمه جدا جدا في حفظ المعادلات، انك ما تحفظهاش بمجرد القراءه كده، لا انا عارف ان معظمكم عارف الصح اللي هو اللي انت تكتبها، اللي انت تكتب كل معادله وتقعد تكررها مع نفسك كده، ولازم تتعلم طريقه وزن المعادلات من خلال اللي انت عرفت المواد المتفاعله تعرف المواد الناتجه لوحدك. عايزك تفهم المعادله مش مجرد تحفظها بس، بمعنى لو اديتك المواد المتفاعله تعرف تقول لي المواد الناتجه توزن المعادله لوحدك عشان لا قدر الله لو نسيتها. عشان كده بقول لك مهم الاساس بتاعك يبقى قوي في الكيمياء، منها رموز العناصر، منها وزن المعادلات تعرف توزنها لوحدك، منها لو اديتك المواد المتفاعله تجيب لي المواد الناتجه لوحدك، كل ده هتعرفه في تأسيس الكيمياء. انا عارف ان في ناس كتير ما شاء الله يعني بيحفظوا المعادله بوزنها تلقائيا كده، بس انت لازم تعرف برضو جات ازاي او تعرف طريقه الوزن عشان لو لا قدر الله نسيتها. المهم مع كل فصل كده تذاكره في كميه معادلات كتيره زي ما قلت لك اللي انت هتكتبها بالورقه والقلم كل معادله وتكررها مع نفسك كده لحد ما تيجي معاك. وبعدين مهم جدا تخلي اخوك او اختك يساعدك في الموضوع ده، بمعنى ان هو هيقول لك راس السؤال اللي هو هيقول لك مثلا اكتب لي معادلات تحضير الحديد، فانت هتروح كاتب له المعادلات كده وهو يقارن معاه ملحق الاجابات مثلا، هو هيقارن المعادلات اللي انت كتبتها بالمعادلات اللي معاه في ملحق الاجابات كله صح فتمام. فريت اخوك او اختك او حد قريب منك يعني يساعدك في الموضوع ده بالذات في المعادلات. وانا عايزك برضو تمسك المعادلات كده مش مجرد اللي انت تقولها بس، اللي انت تشرحها لاخوك او اختك، عشان زي ما قلت لك لو اداك المواد المتفاعله هتعرف المواد الناتجه لوحدك. في الباب الثاني بقى عندك كميه معادلات ورواسب كتيره جدا، لذلك انا في فيديو طرق الحفظ برضو قلت لك تستخدم الذاكره البصريه، هبحط لك الفيديوهات المهمه عامه اللي هو فيديو ازاي تبدا ثانويه عامه صح، ازاي تنظم وقتك وروتين اليوم اللي هينفعك فعلا، فيديو ماده الانجليش، فيديو ماده الفيزياء، هحط لك كل اللينكات دي
في الوصف. يا ريت تبقى تدخل على الوصف كده وتشوف اللينكات، وان شاء الله دنيتك تتظبط ان شاء الله في كل الموانئ. المهم بقى نكمل كلامنا، اللي هو في الباب الثاني في كميه معادلات كتيره جدا، وفي كميه رواسب والوان كتيره برضو. لذلك انت لازم تستخدم الذاكره البصريه بتاعتك، بمعنى انك تشوف المعادلات دي بشكل عملي. هتدخل على يوتيوب تكتب مثلا، انت مثلا عايز تعمل ديتكشن لانايون بايكربونات، هتكتب كده على يوتيوب الكشف عن انايون بايكربونات الامتحان بوكس. الامتحان بوكس دي يعني تبع كتاب الامتحان من الاخر، هو عامل لك المعادلات الكيميائيه بحيث ان انت تشوفها بشكل عملي فتثبت في مخك اكتر. هتشوف الالوان وهتشوف الرواسب والكلام ده كله، فهتثبت في مخك بشكل احسن. فمهم جدا النقطه دي. الباب الثالث والرابع هتستخدم فيهم برضو نفس الطريقه. الباب الخامس وهو العضويه، انا عارف ان معظم برضو المدرسين بيبداوا بالعضويه، في ناس اصلا بتكسل في العضويه يقول لك ده احنا هنبقى نرجع لها تاني في الاخر. لا، انا عايزك تهتم جدا بالعضويه دي، عشان تقريبا بيجي عليها اقل من نص الامتحان بحاجه بسيطه، فانا عايزك تهتم جدا جدا بالعضويه. فهي محتاجه برضو كميه حفظ كبيره جدا، لذلك انصحك ان انت تشوف فيديو طرق الحفظ اللي انا هحطه لك في الوصف ده. طيب زي ما اتفقنا في فيديو احسن الكتب، انا هرجع الموضوع معاك كده بسرعه، في فيديو احسن الكتب رشحت لك كتب الامتحان ومندليف، من بعدهم الايزو وافوجادرو. طيب احسن المدرسين اللي تقدر تعتمد عليهم سواء منصه يوتيوب الكلام ده كله في ماده الكيمياء هم الدكتور عبد الله حبشي، مستر خالد صقر، مستر محمد عبد الجواد. بصراحه الثلاثه ممتازين جدا وطرق شرحهم جميله جدا بصراحه. فانت تقدر تشوف فيديو لكل واحد كده مثلا اللي تستريح في طريقه شرحه واللي انت شايفه احسن ليك امشي معايا. بص مش عايزك تبدا حل في ماده الكيمياء وتعقدها على نفسك في 3 4 كتب من الاول كده، لا، انت اكتفي بكتاب الامتحان مثلا افكاره بسيطه الى حد ما كويسه، لحد شهر 10 بقى ابدا بقى شوف الكتب الثانيه. برضو مش عايزك تبدا بافوجادرو مثلا عشان ما تتعقدش في الاول، لا، الا لو كان مستواك ما شاء الله عليك يعني. وزي ما بقول لكم دايما ما تنسوش تعملوا لي فولو على انستا، اللي هو ده اسم اليوزر بتاعي، وهسيب اللينك برضو في الوصف عشان نبقى على تواصل دايما، واي حد يحتاج اي حاجه او عنده اي سؤال يبعت لي على انستا بسرعه ونحل المشكله مع بعض ان شاء الله. وما تنسوش برضو تنضموا لاسره قناه التليجرام، هسيب برضو اللينك في الوصف، عشان القناه دي بحط عليها اي نصيحه حس انها هتفرق معاكم فعلا، وبتابع معاكم دايما. بس كده يا جماعه، اتمنى ان انا اكون فدتكم ولو بحاجه بسيطه. كان معاكم اخوكم عمرو البركي في رابعه طب بشري عين شمس، وشكرا لكم يا جماعه. في جزئية بقى مهمة جدا، ان المستر بتاعك بيشرح لك المادة ما تتكسفش ابدا اللي انت تسأل، عشان في حاجات كتيرة بتبقى محتاجة توضيح. حد هيقول لي طب انا بخاف من نظرة زمايلي، مش هينفعوك، انا بخاف من الحسد. طيب بص، هو لو جت على سؤالين ثلاثة في الحصة اسأل عادي براحتك، لكن لو هتطول بقى عندك 8 9 اسئلة، فانت بيبقى معاك نوت كده في الحصة بتكتب فيها الاسئلة اللي انت مش فاهمها في الحصة، وبتيجي بعد الحصة تسأل المستر بتاعك فيها، او بتسأل التيم لو انت مشترك في الاونلاين. مالكش دعوة من نظرة زمايلك ليك، او حتى احباط المدرسين ليك، احباط اي حد ليك، عشان انا عارف ان انت في السنه دي بتتعرض لاحباط كتير. انا عايز ردك يكون حاجه واحده بس، هو النتيجه بتاعتك في اخر السنه هتخلي اي حد يسكت. هنكمل بس تقديرا لتعب يا جماعه، ما تنسوش لايك للفيديو وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس، مهم جدا انك تفعل زر الجرس عشان يبقى انت اول حد يوصل لك الفيديو ان شاء الله. ختاما عايز اقول لك ان ماده الكيمياء هتفيدك جدا جدا لو انت دخلت كلية طبية بإذن الله، ربنا يكرمكم جميعا بالكلية اللي بتحلموا بيها مهما كانت ان شاء الله. يعني رموز العناصر الكيميائية بقى والمعادلات والكلام ده كله هتتعرض له تاني لو انت دخلت مثلا طب بشري، طب اسنان، علوم، صيدلة، علاج طبيعي، وانت ناوي تدخل كلية من دول بإذن الله، فركز على الكيمياء عشان دي مادة هتفيدك جدا، والاحياء برضو طبعا. بالمناسبة يا جماعة، الفيديو اللي بعد ده هيبقى ازاي تذاكر مادة الاحياء والجيولوجيا. الفيديو ده هيفيدك جدا جدا، عشان بالنسبه لي الاحياء هي اسهل ماده طبعا عشان طب بشري بس. وربنا يكرمكم جميعا يا رب. ما تنسوش تعملوا فولو على انستا وتنضموا لقناه التليجرام عشان دي حاجه هتساعدك جدا جدا. بس كده يا جماعه، يا رب اكون افدتكم ولو بحاجه بسيطه. هتلاقي رابط الانستا والتليجرام وكل الرابط اللي ذكرتها في الفيديو ده في الوصف، فيا ريت تبقى تشوف الوصف بتاع الفيديو ده. شكرا لكم يا جماعه.